تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر المقبل. أكد الشربيني حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضري العالمي، والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية ولتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي. استضافة المؤتمر الكبير المنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ 12 الحقيقة، اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدولة المصرية بتشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية. والحقيقة يمكن النهاردة تابعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل، وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28,000 مسجل، ده الحقيقة إقبال كبير جدا، بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء، وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله. في إقبال الحقيقة كبير جدا، يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة إحنا يعني الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حصل المرة دي في النسخة الـ 12 اللي احنا بنشرف طبعا او بتشرف الدولة المصرية باستضافتها.